رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. معانا بشرة جميلة ورؤية جاتني، حبيت إن أنا أطلعها في فيديو مخصوص عشان معانيها ورموزها قوية وفي نفس الوقت فيها بشريات لأهلنا في فلسطين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج لهم وأن يجعلنا من الذين ينصرونهم، ويعني إن شاء الله قريبا نجتمع جميعا في القدس ونفرح بنصر الله سبحانه وتعالى. الراوي بيقول: رأيت أني كنت أمشي في القدس بين بيوت حجرية قديمة. وهو بيمشي في القدس، الرأي شاف القدس كأنه بيوت حجرية قديمة، وده يرمز لإيه بقى؟ إن القدس إن شاء الله هترجع إلى ما كانت عليه قبل أن تحتل. البيوت الحجرية القديمة دي تدل على إن هي إن شاء الله القدس سترجع إلى ما كانت عليه قديما. ثم صعدت درجات إلى سطح أحد البيوت، وأثناء صعودي سمعت صوت قرآن عذب يتلى من السماء ليس له مثيل، فبكيت من شدة جمال الصوت. هنا الصعود على الدرجات والطلوع فوق السطح، هو بيحاول الأخ الرائي إن هو بيتتبع أخبار القدس، أو هو متلهف على أخبار القدس، أو منتظر النصر والبشرى من الله سبحانه وتعالى، فكأنه يعني بيصعد إلى درجات فوق سطح. طبعا السطح ده هنقول اللي احنا المتابعة السطحية اللي احنا بنتابعها، تعتبر في الآخر احنا بنتابع من فوق السطوح بعيد عن الأحداث. لكن الأخ واضح ما شاء الله إنه هو مهتم وبيسعى لمعرفة الأخبار، لذلك جات له هذه البشرة. فسمع صوت قرآن، صوت قرآن عذب يأتي من السماء ليس له مثيل. هنا القرآن هنأوله على الآية اللي بتقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهنقول إن القرآن نزل شفاء ورحمة من السماء على أهل غزة وفلسطين، إن شاء الله سينزل عليهم رحمة وشفاء من الله سبحانه وتعالى. القرآن هنا بيرمز لهذا المعنى، ففي بشرة لأهلنا في غزة إن في رحمة من الله سبحانه وتعالى وشفاء لجروحهم وأحزانهم. طبعا بكاء الأخ هنا يدل على بكاءه من الفرح، وبكى من شدة جمال الصوت اللي هو إيه، من الرحمة اللي هيشوفها إن شاء الله أهلنا في غزة، فهو بكى فرحا لهذا. وكان في السطح سور، فرأيت أنبياء الله إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فذهبت إليهم وسلمت عليهم وجلست أتحدث معهم. طيب الأنبياء اللي هو شافهم، في كل واحد منهم رمز. أولا شاف سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم زي ما احنا عارفين هو رمز للتضحية، الذي ضحى بابنه طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى هينزل شفاء ورحمة من أجل الذين صبروا وضحوا بأبنائهم، صبروا ابتغاء مرضات الله. الرحمة هتنزل والشفاء هينزل بسبب الصبر على هذا الأمر وعلى التضحية بالأبناء. هنا رمز سيدنا إبراهيم. ورمز سيدنا موسى رمز للوقوف في وجه الظالم ووجه الطاغية، وأيضا رمز للإمام المهدي عليه السلام. يعني سيدنا موسى بيأتي في بعض الرؤى بيرمز لسيدنا الإمام المهدي، لأنه يعني وقف في وجه الظالمين ونجاه الله تبارك وتعالى من الظالمين، وأيضا له رمز أنه يعني شق الله له البحر بمعجزة. فلعل الإمام المهدي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يؤتيه أو يجعل له معجزة تشق له بحر الظلام الذي نعيش فيه من أجل القضاء على الطغيان والطغاة. وسيدنا عيسى رمز الثالث، سيدنا عيسى رمز لإحيائه للموتى ولإبرائه الأكمه والأبرص، وأيضا لأحداث آخر الزمان. سيدنا عيسى رمز
لأن الله تبارك وتعالى سينزله آخر الزمان نصرة للمظلومين ونصرة للإمام المهدي، وسيقتل الدجال. فهنا رمز سيدنا عيسى، رمز إن هو إن شاء الله هيكون سبب في رحمة أيضا للمسلمين، وكأنه يعني حياة بعد الموت، وكأنه إبراء لهم من الأمراض التي حدثت لهم، ونصر أيضا للمسلمين في حربهم ضد الكافرين. المهم إن هو بيقول في الآخر إن سيدنا موسى كان شكله غاضب، يعني آخر الرؤية بيقول كان شكل سيدنا موسى في الرؤية إنه كان أسمر. طبعا سيدنا موسى بشرته سمراء، ومش معنى كده إنه بيدل على إن المهدي بشرته سمراء، لا، هي الرمز هنا إن فعلا ده تصديق للرؤية، لأن سيدنا موسى يعني بشرته سمراء وجميل الطلعة قوي البنية، إن هو طبعا سيدنا موسى كان قوي البنية فعلا، وكان واقفا وغاضبا، كان واقف وغاضب وكأنه يراقب أمرا ما من بعيد. هنا عشان نقول برضو ده رمز الإمام المهدي، إنه كان واقف ومنتظر وبيراقب من بعيد ومنتظر أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني لعله الإمام إن شاء الله يعني قارب على الخروج، ولكنه ينتظر أمر من الله سبحانه وتعالى، وهو غاضب لما يحدث في أرض فلسطين، وفيما يحدث لأهلنا في غزة، وفيما يحدث للمسلمين بشكل عام، ولكنه ينتظر أمرا من الله سبحانه وتعالى أو معجزة تأتيه كما أتت لموسى عليه السلام. سيدنا موسى طبعا احنا عارفين أنه لما كان فرعون بيطرده وكان معاه المؤمنين، كان سيدنا موسى مع المؤمنين، ما كانش يعرف النجاة تأتي إزاي. يعني حتى لما قالوا إنا لمدركون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هو قال لهم يقين إن ربنا هيهدين الشيء ينجينا به أو نخرج من هذه المطاردة وهذا الظلم وهذا الطغيان بشيء، لكنه لم يعلم ما هو هذا الشيء. وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، أنه يأتيهم بالفرج من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع. فسيدنا موسى ما كانش يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيشق له البحر. هم قالوا أصحاب موسى إيه؟ البحر أمامنا والعدو من خلفنا، هنروح فين؟ ما فيش مكان تاني، إنا لمدركون، خلاص إحنا هلكنا. لكن اليقين هنا هو اللي بيغلب، اليقين هنا على الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا يرمز إلى أن الإمام المهدي معه يقين مثل يقين سيدنا موسى، أو يشبه يقين سيدنا موسى. قال كلا إن معي ربي سيهديني، ربنا سبحانه وتعالى يهديني. طبعا هنا سيهديني برضو رمز للمهدي، إنه هداية من الله سبحانه وتعالى. فهداه الله تبارك وتعالى لأن يضرب البحر بعصاه، هو لم يكن يعلم، لم يكن يعلم أن هذا الأمر سيتم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بأن يضرب البحر بالعصا. وطبعا العصاية مش ممكن الواحد يتخيل إن عصاية تفلق البحر، لكن بقوة الله باليقين على الله العصاية تفلق البحر. هي العصاية ما فيهاش قوة، لكن هي سبب، من باب الأخذ بالسبب، قل نضرب بعصاك البحر. المهم أن النصر قادم، وهذه بشرة كبيرة وعظيمة من ضمن البشرات اللي بتؤكد إن إحنا على مشارف العلامات الأخرى أو العلامات الأخيرة لنهاية الزمان، ومنها ظهور الإمام المهدي، ومنها أن تعود الخلافة الإسلامية في أرض المقدس، وأن ينتصر المسلمون إن شاء الله. فأبشروا وأحسنوا الظن بالله، والنصر قادم قريبا إن شاء الله.